احتفلت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة في مقرها الرئيسي باليوم الوطني 47 لذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. حضر الفعاليات سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة وعدد من مدراء الإدارات وموظفي الدائرة. تضمن برنامج الاحتفال تحت شعار هذا زايد هذه الإمارات عددا من الفعاليات والمسابقات في المبنى الرئيسي للدائرة.